فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فإنما يصلي لنفسه، أي أن نفع صلاته وثوابها إنما يكون له هو لا إلى غيره، وينفعه إحسان صلاته بإذن الله عند لقاء ربه. وقد تكون حسنة واحدة في صلاته سببا لدخوله الجنة. عندما توزن الأعمال فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته أو رجحت حسناته فهو المفلح. قال العلماء وقد ترجح الكفة بحسنة، حسنة واحدة، حسنة واحدة تدخل العبد الجنة بفضل الله. ما تدري يا عبد الله، لعل حسنة واحدة أوقعتها في صلاتك هي التي يرجح بها الميزان فتكون من أهل الجنة. فأنت إنما تصلي لنفسك